مشروع هذايا، ولا تقول علاش ليه تحب نعمل شركه ناشئه نتاعي. برشا شركات ممتازه تونسيه نجحت على شال ناسيونال اي انترناسيونال تخليكم ترغبوا في شيء هذايا، لكن تقعد نقطه الاستفهام الى اي مدى هذايا ممكن، الى اي مدى ممكن تفتح لك ابواب افاق جديده. ضيوفي اصلين برجاب محامي الاعمال وهشام نجاح المدير التنفيذي لسمارت كابيتال، مرحبا بكم مره اخرى. هشام كانت الملاحظه نتاعو قبل الاخبار مباشره اصلين حول انه فما دي انفستيسور وفما دي بايور دو فون، فما دي انفستيسور اترانجي موجودين في تونس واكثر حتى من هكا زاده. كنت سمعت كريم غير المؤسس استاذيب كان حكى على انه مش صحيح الفلوس ما فماش، فما برشا فلوس في تونس وفما امكانيه للاستثمار وللتمويل. من شنو هو المشكله بالضبط؟ هو في الايكو سيستم تاع الستارت اب ولا خارج الايكو سيستم تاع الستارت اب الفلوس موجودين، لكن هل قاعدين نستعملوا فيهم دون مانيير اوبتيميزي ولا ما اللي فاتت؟ فما بنك فرنسي عنده اون فيليال في تونس، حلوا اون اي دو كريدي ما بيناتهم وفي السيكتور دي ستارت اب لي اوز انرجي رونوفلابل. ناكد لك 80% من الليني هذه ما استعملوهاش، وال20 اللي استعملوها استعملها مجمع برك، مجمع تونسي دخل في الانرجي رونوفلابل باغ لا فوا دي ستارت اب. علاه؟ هذه سؤالات، علاش ماهمش لي فون اوبتيميزي؟ مانيش اسكو باغ بروبليم دو فولغاريزاسيون، اسكو باغ بروبليم دو ميتريز اي دو تكنيسيتي نتاع اللي يشرفوا على لي بايور دو فون، على يشرفوا على شركات التمويل في تونس؟ نتسالوا فما اشكاليه اخرى ريم زاده. راهو اليوم عندي باغ اكسبيريونس فما دو ستارت ابور كي اون ريوسي ا ليفي دو فون في ان اورلي ستيب من الاول، معناها ايز اون ليفي دي بتي فون، يكلموهم فرانسيس شركات تمويل فرنسيه يقولوا لهم سي بون خذيتوا الجزء الاول، الجزء الثاني علينا احنا، حلوا عنا اون فيليال، يجيو معنا تو نعاونوكم بطون، معناها 10 مرات ولا 15 مره اللي خذاوه كان مش اكثر، وندخلوكم الستاسيون اف ويحلوا لهم جنه. معناها ان جون كي تقول له ستاسيون اف وتقول له فرنسا وتقول له كذا يمشي، سي تو تافي نورمال باش يمشي. دونك اللي عندنا في دي سيكتور كيما الميديسين كيما الانجينيور كيما المدرسين في ميادين معينه موجود في لي ستارت ابور، معناها فما سوق نتاع ستارت ابور، فما دي هاد هانتينغ، معناها فما عباد تخطفهم خطفين باش تخرجهم لبرا باش تحل لهم بيبان. وهذا سي فغي نجم نقولوا تقعد باقي ال يقول لك سوق صغيره تونس تو تافي نورمال من قبيله هشام يسالش معناتها بيعيطوا له. ما في الاخر اسكو لازمنا نعرفوا رواحنا شنو نحبوا؟ اسكو نحبوا ستارت اب تتكون وبعد تهرب، ولا ستارت اب تتكون وتقعد وتقعد الهيد كوارتر نتاعها في تونس؟ اسكو لي تون دو باسي ان اوتر نيفو دو ستارت اب اكت 2.0 كما يقولوا؟ ولا انت هنا اصلا كنت قاعد تقول لا مش معناها موافق على ستارت اب 2.0 نتسائل، لا خاطر انا بالنسبه لي انا طول بيزنس موديل دو لانفستيسمون في تونس يتعاود مش كان ستارت اب. علاش هذا سؤالي؟ هذا سؤالي ما باش نحكي على ستارت اب بالذات وقت تقول لي انت كان قاعد تقول ماناش عارفين شنو نحبوا نعملوا، وقت اللي تكون ما فماش رؤيه بالضبط اسكو نحبوا شبابنا مثال شي يعمل ستارت اب في تونس وخلي يخرج كما كان يقول هشام. هذيك اللي قلتها لك بوجيعه قلب قبيله، هل بلادنا طموحه ولا هل بلادنا طموحه؟ اذا احنا طموحين والا اذا مقتصرين على ترهات ولا مسائل تاع ستابيليزاسيون دي فينانس بوبليك ومسائل تاع تعب تاع تعبئه جيبيه ونقعدوا غادي ونقعدوا كل شهر نخموا وقتاش نخلصوا شهرين ولا لا، هذيك حاجه. لكن ان ايتا سي في بور جيري دو مانيير ترانسفيرسال تو لي توت لي بروبليماتيك كيل كيل سوا. عندنا بروبليماتيك دانفستيسمون لازم نتلاو بها كما يجب. باش نحكي عليه نحكي في تويك الايتا يقول لك انا شنو انا شنو دخلي، عملنا قانون حليت لهم بيبان امورهم بعد يتصرفوا، فما دي بايور دو فون، فما دي انفستيسمون، فما دي سوسيتي دانفستيسمون، معناتها هما اللي يحبوا يستثمروا ولا فينالمون انا شنو باش نعمل اكثر من هكا؟ لكن جاذبيه الاسواق الخارجيه اكبر على غالب. هاني حكيت لك انا شنو نحب اليوم كيسكو جو فير، اذا عندي اون امبيسيون معينه ادارتي تتماشى مع الشيء هذاك. بلوس دونجاجمون من قبل الدوله معناتها. يا اخي اليوم نحكي لك ديما باغ اكسبيريونس كي ان فون ان بايور دو فون معناها سيتي سي لو كا دون بانك، اون بانك اي ساسيكار زوز في سالف اون سوسيتي دو شركه ناشئه. كنقول لك الدوره اللي عملها مسكن البروموتور ليغاليزاسيون سيناتور كوبي كونفورم، امشي للاداره الفلانيه باش تجيب ورقه، قالوا له لا خاطرها مش اوريجينال سيناتور، معناها مازلنا في الاداره نتاع عام 98 و2000 في 2020 في 2020 ونتاع شركه ناشئه. معناها كل اكزامبل اون بو دوني ان بروموتور دو سوسيتي. قانون الصرف ما برشا تشكيو منه ياسر. والله جون قول قانون الصرف اذا اون اكس اون اوتيليز بالكدا لا كارت تكنولوجيك اللي وصلت 100000 دينار، اذا اون اوتيليز بالكدا لو كونت سبيسيال اون دينار نجم حتى تو في اون في دي ليفي دو فون دو ليترونجي فيغ لا تونيزي
سي فري فما لا لوا دو 2015 نتاع البلانشيمون دارجون اللي يردوا بالهم برشا وتنجم تعطل تنجم اوليو داشتي اون ابليكاسيون ولا ديتر انسكري سور سور لابليكاسيون نتاع ايفون في 10 دقائق كيما سمعت واحد قالها قال 99 دولار في 10 دقائق نعملها في تونس اذا جمعتين ولا ثلاثه باش نعمل انسكريبسيون على البلاتفورم نتاع الايفون دونك اذا نعرفوا روحنا شنو نحبوا اسكو نرميو روحنا خاطر لوبجيكتيف دو لوا تشون شنو هو ايفيتي معناها ما نخليوش نبعدوا تهريب الاموال الى الخارج لكن بالطريقه هذه قاعدين نهربوا في الاموال باش تجي لتونس دونك دو كوب بور رونفورسي نوتر نو افوار اون ديفيز بور رونفورسي نو ديفيز اون تونيزي معناها جينا باش نعملوا حاجه نستنى وصلنا لحاجه اخرى لازمنا نعرفوا روحنا نحطوا روحنا نقولوا لازمنا اون برون اون ديسيزيون لا ريغلومونتاسيون تشانج يا سيدي ان دوا بلو اتر اوبسوليت مش بالستارت اب هكا مي توت لي اكتيفيتي ايكونوميك كونفوندو هذا هو معناها كان نقعدوا ديما نحكيو من نفذ الستارت اب كانوا الاخرين معناها مغضوب عليهم معناها الاخرين لا سي ترانسفير هو زاد باش نكونوا واضحين علاش الحديث على الستارت اب يمكن ياخذ اكثر مجال اول حاجه قانونيا توضحت معناتها ضربوا على روحهم بالبنيه وتوضحت الامور بشكل قانوني لكن اكثر حتى من هكا اللي حاجه تترشق ان تي بو بارتو دون لو موند معناتها تشكيلها اسهل فما سرعه كبيره في الاقامه نتاع المؤسسات هذيا والكبر نتاعها ما تكبر بشكل سريع اسرع من بقيه المؤسسات دونك سي موديل ابار بوتيتر هذاك علاش يمكن فما التركيز عليه اكثر شويه انا جو بار دو برانسيب تري سامبل اللي نعملوا فيه بوتيتر في الكود 93-120 دو لانفستيسمون في لوا دو لانفستيسمون دو 2016 لقينا نعملوا فيه في ستارت اب اكت يا خويا كان دوله نحترموا روحنا كيما الدول نتاع لو سي دي او لانا لازمنا نعملوا لا لوا سور لانفستيسمون لانا نعملوا ستارت اب اكت سي بو سكول كيف كيف ونحلوا دون اوتر مانيير مش بار دي تكست سبيسيو كي ريسك دو تحل حاجه معينه وتسكر حاجات على عباد اخرين ولا توريهم تولي تغزل لهم بعين دنيا لعباد اخرين. هشام يقول لك فما مشكله في الاوبتيميزاسيون دي فينونسمون معناتها المفروض تصير كون تسمع في المثال اللي عطى مثال حي قبيلك اصلا شركات قاعده تخرج خاطر البرا فما الهيد هانتين كيما ذكر اصلا فما مشكله نحن ما نعرفوش شنو نحبوا نعملوا بالضبط. Bon, je suis waḥḥin là où on a par rapport à ce que vient de dire Steve. Bien sûr, on va le faire. On peut faire quoi que ce soit. Mais mettre fin ici, on a un hard qui toile une entité de Snafitouns qui a nafs liberté, nafs l'accès, le devise, l'investissement. On est habenti par rapport à une entité fermée. Voilà, clairement, c'est ça l'optimal. Bah, dans la, on a tout fait. On est dans un certain contexte. On a une loi de change qui est tombée, on a des procédures, on a des lois d'investissement européen, et on doit faire avec. En tout cas, ah, notre start-up tunisien, on doit faire avec. Le start-up act qui m'a contenté de rabâler l'écosystème, mais c'est how il fait bas l'acabit les déjà déjà qu'on start-up. Mais clairement, ça suffit pas. Moi, je dis que juste c'est une loi start-up act qui m'a version avec, ou je ne peux le marché que tu as les start-up école. Avec, c'est une première étape. La deuxième étape qui m'a dit pour moi en tout cas sur pour nous la start-up tunisienne c'est un town hall on travaille l'écosystème interne on cabre on est dur visible voilà ou un argument je me tâtie les politiques voilà les preneurs de décision en fait وقت وراهم دي سكسيس ستوري وتقول لهم هاو شوف هذوما اش عملوا كان نزيدوا حلوا لهم شنو نجموا يعملوا خير. فما برشا دي سكسيس ستوريز ما بدلوش الواقع غالمو على خاطر قاعده الدوله تتعامل بنفس الطريقه. جو بونس كان عندنا ايكو سيستيم اللي هو يكبر يودي خاطر توا اون كومونس افوار دي سكسيس ستوري معناها يفو سافوار كو راهو توا معناها سي توا بدينا اون كومونس لي افوار وان شاء الله يوليو عندنا اكثر برشا وبرشا وقتها qui va lui barcher on chauffe le potentiel quand ça c'est il faut montrer un exemple du potentiel وقت الدوله باش تحرك باش تعطي peut-être d'autres libertés les start-up ou moi d'autres avantages ou هذا جانب معطل ما انت كنت ذكرت قلت مانيش باش ننكرو موجود لك على غالب نتعاملوا معاه على خاطر هذاك واقع البلاد بون انهم شركات من بعد تخرج لبرا فما جاذبيه اكثر برا سي توتا في نورمال مش تقول لي كما قلت قبيلك انت اصلا لك فما جزء اخر اللي يحكي علي اصلا برجب وقت اللي يقول لك اللي زاد الممولين اليوم وقت اللي تلقى تمويلات كبيره وما فماش اوبتيميزاسيون في عمليه الصرف نتاعها شنو المشكله بالضبط؟ شو راهو التمويل ثم حاجه مهمه هذا مش دور الدوله هذا دور الممولين توا بيان سي دور الممولين راه الممولين راهو في لي ستارت اب كيما قلت انت راه لي ستارت اب سي اون بوبيلاسيون سبيسيال دونك الممولين لازم يكونوا ممولين سبيسياليزي في ستارت اب
ما تنجمش تاخذ انت ممول حل كامل ينفستي في دي شركات في معاش في معامل وكل تقول له شد انفستي في ستارت اب. تحكي قطاع البنكي مثلا بشكل عام. مثلا مثلا مش لازم ناخذه دونك لي ميور انفستيسور في العالم في ستارت اب اكثر شركات تاع انفستيسمون في ستارت اب تلقاهم دي زونسيان ستارت اب. باش تلقاهم عباد اللي هما يفهموا الدومين هذاك ويفهموا الميتي هذاك في تونس تو. فما كلكو زاكتور خلي سبيسياليزي في لي ستارت اب واللي يفهموا في ستارت اب مي مش اسي معناها علي طبقش عبيت تسال تقول على الفوند فون وين الفوند فون وين اون فيت مش علاش الفوند فون وخر وسا برون دو طون باش نفيستي وكل شيء خاطر الفوند فون جيش قال قال انا اون فيت ما مانيش باش نفيستي عندي دي كونديسيون تاع انفستيسمون ما نفيستيش في اي شركه ولا في اي فون هاو لي كونديسيون تاعي وهذوما دي كونديسيون تعملوا سور لا باز نتاع لي ستاندار انترناسيونال Avec Alège, où l'idée c'est quoi? C'est de créer de nouveaux fonds d'investissement, c'est d'avoir de nouvelles équipes d'investissement, et lier fait l'investissement pour les startups, où il y a donc un âge mou. هذوك كي تعطيهم فلوس باش يوصلوهم للستارت اب اللي هما ينجموا ينجحوا اللي هما عندهم اكثر بوتونسيال دونك هو برمي الحاجات اللي نخدموا عليها احنا في ستارت اب تيزيز سي دافواغ اون اندستري دانفستيسمون دون لي ستارت اب تكون دون دي افيك دي ستاندار انترناسيونال واللي هما باش يكونوا بوكو بلوز افيكاس كو لي زاكتور كلاسيك اللي موجودين واللي هما كيما قلتهم تونا مالوغوزمون ماهوماش اسي افيكاس في الانفستيسمون في لي ستارت اب. Oui, oui, c'est vrai. Ça mène à avoir des startups sous-capitalisées aujourd'hui. Ça mène à avoir aussi des startups qui des secteurs li najmou yitarshqou fi blaïs okhrin ou fi Tunis sur qadou bchouya bchouya datchou معناها هذا هو لازمنا نعرفوا روحنا شنو نحبوا ريم اليوم كي تجي نشوفوا لو كليما الكل دانفستيسمون في تونس ديجا Le principe des startups, il y a les startups qui lèvent des fonds. Je sais que le core business, ou lèvent levée de fonds, ou il échoue dans la levée de fonds. Déjà, la culture de l'échec, les startups, normalement, c'est une chose adéa. Déjà, il y a est-ce qu'il arrive à lever des fonds ou les ou l'oulé, في اللوفي دو فون خاطر يلقى عباد ما يعرفوش يتعاملوا معاه يلقى عباد ما يحكيوش فرد لغه مع بعضهم كيما قلت لك لي بايور دو فون نحي البنوك والسيكار لي بايور دو فون يتعدوا على السوابع نتاع لي دين هذوك هما معنا اربعه من دي بايور دو فون مش لازم نسميهم اللي يبدا يدور عليهم وفما علاقات ما بيناتهم فما فترات معينه يحبوا يسيبوا فيهم فلوس بور دي ريزون معينه فما فترات اخرى تلقاهم ماذا بيهم يمشيوا لان سيكتور معين ويخلقوا ان سو فون لي ان سيكتور فيرسوس البزوان غيال ساعات تلقاه اليوم ان فون يحب يخدم على لينرجي رونوفلابل الوغ كو لي بزوان دي ستارت اب في ميادين اخرين في الاي تي في الديجيتال في ميادين بسيطه اخرى وهو بالسيف يحب يهز لينرجي رونوفلابل باسكو لو فون اللي كي لا فينانسي عنده دي زافونتاج انرجي رونوفلابل معناها تلقى ساعات اون اناديكواسيون ما بين الفينانسمون وحاجه لي ستارت ابور تاع قبيله عطيتو ان شيفر تاع 670 ولا 800 ولا 700 ستارت اب كي تجي تشوفوهم تحطوا كلاسيفيكاسيون تاعهم بار سيكتور بار اكتيفيتي اسكو لي فينانسمون اللي تعطاو يتماشاو مع لي زاكتيفيتي هذوك ولا معناها C'est des études à faire pour voir est-ce qu'on est sur le bon chemin ou aller pour le financement des startups. Femme un problème de financement, femme un problème de talent, femme un problème de culture, femme un problème ta les zourouais. Les startups ont été en arrière, ils ont fait une barre. Bah donc, on a fait l'aslan ou l'ADN ou Tunisie. C'est beau, Tunisie. Les Kelmedabina, on aura fait tout fait pour qu'il reste. عنده او موان دي زاتاش اكثر لتونس باش ما نقولوش حاجه اخرى يا خويا يلقى سو دوتر سيو بلو كليمون يمشي مي او موان il reste en Tunisie مش il reste pour faire la partie la moins valeur ajoutée فيها راه خاطر لي زافونتاج كبار اللي عطاهم القانون معناها ما نكروش راه لو كادر جوريديك il est très bon في الستارت اب اكت لي زافونتاج فيسكو اي سوسيو اي سون بون لي واحد لي زافونتاج معناها اللي تعطاو للانفستيسور للشركه والا البروموتور خاطر كلهم معناها البروموتور بيدو عنده دي زافونتاج سور سا بيرسون ان تيرم دو اللي يخوها هذيك لا دوتاسيون اللي ياخذوها الشركه بيدا عندها دي زافونتاج تعرفوهم لا بريز ان شارج دي شارج باترونال ولا ليكزونيراسيون فيسكال اتسيتيرا مي حتى الانفستيسور بيد وانا جانفستي 100000 دينار نحيهم من الامبون تاعي نبيع لي تيتر تاعي اكزونيري دو لا بلو فالو معناها لا باز اي لا مانون سي لو سيستيم فينونسي كي دوا يتاقلم معاهم يا بنوك تحركوا اعرفوا مصلحه لي ستارت ابور وحطوا دي سبيسياليست في الميدان يفهم لو بوزوان دو ستارت ابور مش تحط عبد يبيع بورتمان البارح واليوم يولي يخدم مع ستارت اب. هشام كنت تسمع في اصلا معناتها
هو فما برشا وجيعة في الكلام اللي قاعد يقول فيه، على خاطر غيالمون كل شيء موجود، لي كومبيتونس موجودين، الأفكار موجودة، المؤسسات موجودة، ولكن مالوغوزمون وأنا حتى شفت عن بعض التجارب اللي خرجوا من بعد عملية لابيليزاسيون اللي فيهم شكون يتحصل تقريبا على كل شيء يكون جاهز للسوق، ولكن مالوغوزمون من بعد تصير مشاكل. ان بروبليم داكومبانيومون، ماهوش فاهم السوق، كيما قال التركيز المفروض يكون على قلب البيزنس نتاعو، شنو اللي باش يعمل فيه كاش باش يطوره، يلقى روحه واحد في حاجات ومنافذ ما عندها حتى علاقه بالخدمه نتاعو. اللي باش يعملوا ستارت اب في تونس مقارنه بكم نفس الفكره كان موجوده في امريكا، هو يستحق اللي موجود في امريكا يستحق شهرين، شهر ونص، ثلاثة شهور ماكسيموم، اللي في تونس يحب له يعني خمسة ستة سنين، هذا كان بعد نجحت الفكرة. هو راهو باش ناخذوا حكاية الوقت، عامل الوقت هذا هذا سي كليغ، وراهو ماهوش مشكلة نتاع تونس هكا هو. ليزيكو سيستيم نيسون كيما في تونس ولا حتى تو في الافريك ولا الافريك دي نور ولا حتى في الافريك الاول، حتى كان ناخذوا لي بيي راهو لي بلو ديفلوبي في تيرم دو ستارت اب كيما نيجيريا وكل الوقت ماهوش هو بيدو نتاع امريكا، راهو معناها باش نبداو واضحين. من بعد كليرمون راهو في في تونس ثم نقص، واحنا في ستارت اب تونيز هذاك اش قاعدين نعملوا؟ احنا في ستارت اب تونيز قلنا باهي ثم مشكل نتاع انفستيسمون هات نعملوا فون دو فون، ثم مشكل نتاع اكومبانيومون اون دون دي دون دي انسترومون فينونسي لي انكوباتور لي اكسيلاتور نعطيو 150 مليون بور كريي اون ستركتور داكومبانيومون اي كومباني دي ستارت اب. عندنا مشكل نتاع انفستيسمون في الايرلي ستيج في الستارت اب اللي دوم عندها فكره تحب ديفلوبي بروتوتيب ما عندهاش فلوس، ومالوزوزمون في تونس ما جات ما عندناش عندنا الكولتور نتاع بزنس انجل اللي تمشي واحد ولا لاف ماني ولا حاجه، نجيو قاعدين نعطيو في 30 مليون الواحد عنده فكره باش يديفلوبي الفكره نتاعو. ثم نقاش جوستومون يعملوا الراوند الاول نتاع الانفستيسمون وباش يوصلوا الراوند الثاني ما يكفيهمش الفلوس والا ناقصهم حاجه باش يوصلوا ان دوزيام باليي اللي يوصلهم للسيري ا، قاعدين نعطيو فيهم في دي 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 دون و دي ديزافونس رامبورسابل دو لورد دو 200 ميل دينار باش ينجموا يوصلوا لهذاك. معناها الحقيقه معناها لو كونستا في بالي لعبت كل تعرفه هو وفي ستات و بيان سور ثم القانون ستات باك اللي هو توت ان كاد ليغال لي ستارت اب، هذا الكل هو تبنى بور اسيي دو ريزوت سي بروبليم لا. بعد تقول لي اسكو كيفي ولا هل تحلت جوستومون المشاكل هذه والا لا؟ حسن كما قال الاستاذ راهو حسن مش ومازال سي ان ترافاي ان كور، راهو معناها ستارت اب هذا يبدا ستارت اب عنده ثلاث سنين، هذوما لي انسترومون فينونسي والفونتون الكل تعملوا عام ناول معناها مازالوا كي تعملوا، دونك لو ريزلتا نتاعو مش تشوفوه توا، تشوفوه عام عامين اخرين، دونك هذا الكل خدمه قاعده تحسن في المجال. اونتخ تون الدنيا قاعده تجري معناتها. بيان سور. كليرمون وي، مي زيد احنا معناها نشريو ماناش خالطين نحن. الدنيا تجري لهذي اهم كلمه قلتها ريم، على خاطر فما لا ديكتاتور دو تون دون ان دومين اللي لازم يكون ultra rapide. في اللابيليزاسيون يلزمك وقت، في اللوفي دو فون يلزمك وقت، في تعامل الاداره قلت لك جماعتين سي ان اس اش باش قنعوهم باش يعملوا ديكلاراسيون تاعهم، جماعتين باش تعمل ديكلاراسيون، عمليه بسيطه تتعمل لا ديستانس اوتوماتيك. معناها شوف لا نوسيون دو تون اللي بنسميوه في الاداره نتاع ارجع غدوه قداش ياثر على الشركات الناشئه، كل نهار بحسابه كل ساعه بحسابها، واحنا اون غيزون اون تيرم دو اشهر عندي اون سوسيتي دون السيكتور اندستريال دون ان سيكتور نيش دو سيكتور اندستريال اون ستارت اب معناها قعدت سته ولا سبعه شهور سته شهور ونص باش تنجم لاف لو برومي دينار نتاعها، معناها شو قداش وقتها والشركه مسكره وما تخدمش والفلوس، والراجل خذا كريدي خذا كونجي مخاطر تمكنك باش تاخذ كونجي وتعاود ترجع، خذا كونجي من البنك سنترال وما ادراك، بنك سنترال يضرب في 17 ولا 18 شهريه، خرج من البنك سنترال تعب تقدسه هذا، يخرج من البنك سنترال ويمشي يقرر باش يحل ستارت اب وتحط له سبعه ولا ثمانيه شهور باش تعطيه كريدي. La notion du temps, c'est la dictature du temps, elle est encore plus grave dans le secteur des startups que dans d'autres secteurs classiques, j'allais dire. خلينا نختم معاكم بشي مساج من بعد خاطر تقولي قلتوا كل شيء ما نجم نزيد حتى شيء. يمكن برشا ناس تسمع فينا في الفتره هذه قاعدين يعيشوا في المخاض نتاع ولاده فكره نتاع اي نصدم ولا لا، كما المثال اللي كان يعطي فيه اصلا تو، شنو تقولوا لهم اصلا ونجاح وهشام؟ بون احنا نجم نقول لهم كان راهو بكل واقعيه
بكل حكي بكل واقعيه من قبيله. شو كليرمون راهو معناها ما حناش امريكا ولا ما حناش فرنسا ولا حاجه في معناها ما عندناش نفس النيفو دو ماتيوريتي دو ليكو سيستيم اللي غادي ما تصيروش برشا باحلامكم معناتها. لا 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 مازلت عاد حد نكمل. مي راهو عندنا ان ايكو سيستيم كي اون بلين ايبوليسيون وقاعدين فريمون احنا ان توكا في ستارت اب تونيز نحاولوا او ماكسيموم باش نشجعوا هذوما جوستومون لا بوبيلاسيون تاع العباد اللي عندهم افكار انوفونت وسكالابل باش يعملوا مشاريعهم. معناها راهو قليل بداني في العالم اللي يجي يقول لك اصنع ستارت اب نتاعك وانا نعطيك شهرين بوندون عام. يظهر لي ما ثماش برشا بلدان في العالم يعمل لك يعطيك الافونتاج هذا. ولا برا خذ كونجي كي مثلا من البنك سنترال ونعطيك ليكيفالون سالارك كانك قاعد تخدم في البنك سنترال وانت تخدم مع ستارت اب نتاعك. وزيد نعطيك كان تحب تطلب تعمل بروتوتيب نعطيك 30 مليون شان تخوض 30 مليون ديفلوب بيهم بروتوتيب. يظل ما ثماش برشا بلدان في العالم قاعدين يعملوا هكا. هذوما حاجات قاعدين يتعاملوا. شفت الخدمه الكل تخدم مع البارتي الاولى وبيان سور دي كي فون لور بروجي وكل شيء احنا اون اسي دو ليز اكومباني و دو ليز ايدي بور الي ان بالي سوبيريور. وراهو هاك كيما تشوفوا اون كومونس افوار دو سكسيس ستوري وان شاء الله اون افوار بوكو بلوس دو سكسيس ستوري. اون ايفولي توس دون ان ايكوسيستيم نحاولوا نطوروا مع بعضنا معناها القوانين كيما قال الاستاذ ستارت اب 2.0 ثم تو اون تاسك فورس اللي تكونت وباش تخدم عليه باش نشوفوا النواقص اللي بتات ستارت اب الاول ما حلهمش بور لي ريزود كيفاش لازم يلقى حل من بعد. انا استدعى يلزمنا نبيعوا الحلم زاد نوعا ما في الميدان الشركات الناشئه. نستدعى المستثمرين انهم يدخلوا عندهم اصدقائهم سيغتانمون عندهم دي انكوباتور يدخلوا يحلوا البيبان ويتفرجوا في الشباب اللي يحضروا يبيتشيو في لي بروجي نتاعهم. تو تتحلم خخهم برشا ينجم يكونوا هما دي بيزنس انجل بور دي بروميير لو بروميير لوفي دو فون يحلوا لهم بيبان نتاع برشا حاجات. دونك سويون ديغيير سي جون لا اوفرون لو اوفرون لور لي بورت على خاطر بالطريقه هذه نجموا نبعدوهم من العقبات اللي راهو فيهم كل يوم ايبي نبعدوا من الميساج انكسيوجين اللي نسمعوا فيه كل يوم نخليهم ان ميساج دو ريف ان ميساج دامبيسيون et pour que le pays aussi bidou l'hkouma bida تكون ambitieuse كيما قلت قبيله. باش يتفرجوا زاد نقول لهم من هنا معناتها باش يتفرجوا شوفوا لي انفستيسور في العالم فاش قاعدين يعملوا. تفرجوا في البرامج تفرجوا في شارك تانك تفرجوا في دراجونز دين شوفوا وقت اللي قرر هو قاعد على كرسي قدامه ان تي دوسي ويقرر باش يعطي 1 مليون دو دولار معناتها سور ان كوت تيت خاطر اقنعته وكا هاو تو سامبلومون. انكيباتور اون اون بيتي ديزاين انكيباتور معروفين امشيو وتفرجوا عديوا على شويه ونحيوها من وقتكم في شركتكم في معملكم وامشيو وتعملوا كيف. شكرا لكم اصلا برجب محامي الاعمال هشام نجاح المدير التنفيذي لسمارت كابيتال على حضوركم بحذانا. ميرسي بوكو ميرسي لكم انتم تبعتونا على طول الجمعه ملتقى ان شاء الله الاثنين في نفس الوقت. باي باي لا سمي بروشين.